نحن دايما بنحس فيها، وفي كتير من المشاهد أو الأحداث أو التصرفات أو حتى الكلمات ممكن تحصل أمامنا بنشعر إنه شاهدناها قبل بوقت. شو هي هالظاهرة وشو تفسيرها؟ وهل تتشابه الأحداث بالفعل أم أنها مجرد نوع من الحدث؟ أسئلة رح تجيبنا عنها الأخصائية النفسية غالية سعيد. يسعد صباحي غالية، أهلا وسهلا فيكي. هلا، اهلا وسهلا فيك غالية. بداية يعني ذكرت أريج بالمقدمة انه في مشاهد كثير نحن بتمر علينا، وفعلا بنقول انه نحن فايتين على هذا المكان، ملاقيين نفس الضوء، عاملين نفس القصة. يعني شو سبب هالقصة؟ هي شغلة بنرجعها علميا، في عالم بترجعها لعلمية، للشيء العلمي والفلسفة خلينا نقول، وفي عالم بترجع لأشياء تانية ممكن تتعلق بالدين، ما بدنا ندخل بهذه التفاصيل. خلينا نحكي لشو هي بترجع بشكلها النفسي. أوكي، هلا حنبلش معك بكلمة كأني شايفك أو أنا بعرفك أو لحظة أنا هذا المكان شايفك. هي الأسئلة اللي بتبدأ معنا لما بصير معنا هاي الظاهرة الغريبة أو الفكرة الغريبة اللي بتدخل طارئ علينا ضمن الدماغ. فكرة ظاهرة الديجافو هي ظاهرة نفسية لحد الآن لم يثبت لها أي تفسير علمي بحت، ولم تسند إلى أي نظرية تبين شو هي الفكرة أو شو هي الظاهرة اللي بتصير. الفكرة بالمجمل هي اللي بتصير إنه هي حالات من أو أجزاء من الثواني بتمرق قدامنا وبتعطينا الفكرة إنه نحن عايشين في هذا المكان أو سبق وشاهدنا هذا الشخص أو سبق، وعلى ما يبدو أنه حنتنبأ قليلاً من الأجزاء من الثاني أنه بشيء ممكن يصير. هلأ خلينا نفصلها شوي بشكل أكثر. هو بتتجزأ لسبق أني أنا شيء حسيته أو شعرت فيه، أو أني شيء رأيته، أو أني شيء أو مكان أني أنا زرته أكثر. أكثر من تحليلات بتصير. العمر المحدد لهذه الظاهرة أو لي ممكن أكثر شيء يصير هي بتبلش بسن بين 15 سنة لل 25 سنة. بعد 25 سنة بتبلش بتتناقص لحتى بصير عندنا مراحل من النضوج والوعي أكثر من هالحالة. 70% من الناس هي اللي بتكونوا معرضين دائما تصير معهم هاي الظاهرة الديجافو، وبكل حالة وبكل دقيقة معرضين إنها تصير معنا. العالم اللي أظهر هاي الاسم هو إيميل بورياك، هو اللي طلع حسب كتاب مستقبل علم النفس هو اللي أطلق هاي اللفظة عليها. هلا الفكرة أو النظريات اللي بتشرح إنه شو هي هاي الظاهرة أو كيف بتصير. لما أنا بستقبل معلومات أو بدخل على أي مكان، المسؤول عن بالدماغ هو الفص الصدغي الأنسي اللي فيه مكان هو اللي هو الحصين أو هو المسؤول عن استرجاع المعلومات أو تحويل المعلومات وإعطائها. الفكرة اللي بتصير هو أحياناً عدم تزامن بين الذاكرة البعيدة والذاكرة القريبة، فبتكون الفكرة فعلاً هي عم بتصير على أرض الواقع بالذاكرة البعيدة القريبة لحتى تتحول للبعيدة. هذا المكان اللي هو الحصين بدل أحسن بيصير عدم تزامن بنقل المعلومات بين القريبة والبعيدة، فهذا التزامن ممكن يبعثها للذاكرة البعيدة وبيرجع بيعطينا أمر للدماغ على أنه هاي الذاكرة هي فعلا هاي الفكرة هي فعلا كانت قديمة ونحن سبق وعشناها وصارت معنا ضمن هذا الحياة. هلأ بتعالى الموضوع بيمكن تخزين الأحداث المتراكمة بالعقل الباطن عنا؟ تمام عزيزتي، كمان في دراسة أسندت أنه أحياناً الدماغ بيحاول يعمل حالة من تشابه المواقف أو نوع من الألفة، كمان هو الحصين بيساعد على هذا الشيء. فأحياناً بيكون في عنا ذكريات قديمة جداً مرة بتاريخ حياتنا، فهي الفكرة أنه ممكن يحاول الدماغ يعمل آلية تطبيق للمواقف ولكن أحياناً بيفشل، فبيعطينا هذا الإحساس أنه أنا شفت هذا الشيء أو سبق صار معي، فممكن يكون في محاولة لتطابق أحداث مرت من السابق ولكن باقت بالفشل. نعم، يعني خلينا نرجع للحدث، نحكي عن الحدث. هل علاقة الحدث بهذا الشيء اللي ممكن نحن نشوفه أو نستذكره له علاقة شيء الحدث تبع الإنسان؟ هلا خلينا شوي نبعد عن الدراما اللي بتكون محلية. لا يا صديقتي، لأنه هذا الشيء بيكون بعيد تماما. فكرة الديجافو هي الظاهرة اللي بتصير، هي فكرة بتصير حادثة آنية يعني باللحظة اللي أنت موجودة فيها تماما، ولكن الحدث كما يقال أو يعرف أكثر تماماً هو إحساسي بما يأتي من المستقبل. تمام، يعني مثل وقت قلك أنا أنه أنا هلا شايفك، ولكن هي أجزاء ثواني بتختفي. الحدث بيقول لك أنه أنا ممكن أعرف أنت شو عم تفكري أو إحساسي فيما بعد المشهد المستقبل. مثلا يقدر يشوف المشهد أو أنا حاسس شو عم يصير ممكن ببلد تاني او مع شخص تاني او شيء، فلا هو بعيد تماما، ولكن لغط المعلومات اللي بيصير وانسجام المعلومات فبيخلينا نخلط كذا معلومه مع كذا قصه. هي نقدر نتحكم او نسيطر على هالشعور؟ يعني فينا انه نحن نوقف يمكن هذا الشيء اللي بنحس فيه انه نحن شايفين هذا الشخص قبل هالمره، او نتحكم بمشاعرنا من ناحيه هذا الموضوع؟
هلا صديقتي لا ما فينا نتحكم بهذا الشعور لانه هو عباره عن ظاهره كثير طبيعيه وبتصير بشكل عادي يعني وبتجينا هي اجزاء من الثواني ما فينا نتحكم فيها، ولكن امتى ممكن انه تصير معنا؟ اكثر شيء ممكن تصير عندنا لما نكون في عندنا حالات من التوتر والضغط النفسي، فعلا هي ظاهره الديجافو بهالحاله بتتكرر كثير وبتنزل على ارض الواقع. اذا كانت مزعجه بالنسبه لنا وما حاولنا نفكر فيها فبكفي انه اذا حاول نطلع التوتر والضغط اللي موجود عندنا فبهالحاله نحن بنرتاح فيها. بس يمكن اوقات فيها لا ما فينا، يمكن اوقات الواحد بصير بصر اكثر انه انا بدي اعرف وين شايفك، بدي اتذكر الموقف كيف صاير لانه يعني هو حس حاله انه داخل هالموقف، يعني هذا الموقف صاير معه قبل هالمره، فبتصير يعني هيك بيعصر مخه شوي زياده يمكن لحتى يعرف انه هذا الشيء وين شايفه قبل. هلا كمان في دراسه كمان اسندت لهذا الموضوع انه هذا الشيء ممكن يكون له تعليق بالاحلام. المعروف ان كلياتنا نحن بآليات النوم فمنشوف اطوار من الاحلام ومسلسلات وقصص تمام، ومو دائما كثير نسبه قليله اللي بتصحى الصبح بتكون متذكره جزئيات الاحلام او التفاصيل، ولكن الدماغ بيكون محتفظ بعضا ما من هذه المعلومات، فاحيانا لما بينزل على ارض الواقع بيلاقي نقط متشابهه مثل ما قلت لك بيحاول يجمع معلومات، فبنصير هون بنقول انا الشخص فعلا شايفه، وحتى بيثبت لك انه لا مستحيل انا شايفه، انا اكيد ملتقي انا وياك قبل هالمره او هالموقف حل معنا فيه. كلياتنا بتصير معنا انه انا لحظه هذا الموقف هيك صار وشوفوا هلا هيك بده يصير. هلا بالنهايه احنا بنستمتع بالدراما اللي بتصير والاجوبه اللي مغلقه بالسحر، ودائما يعني بنتفرد بفرد اشارات الاستفهام حوالينا انه نحن الاشخاص اللي شفتوا انا شو عملت وانا شو سويت وانا بقدر هلا اكشف بعد شوي، وبتفتح معنا القصه. صحيح صحيح. غاليه خلينا نبعد عن شوي، نتطرق لفكره ثانيه شوي يمكن بعيدة قريبة عنه. خلينا نحكي على الشغلات السلبية اللي نحن ممكن نشوفها دائما، بنقول انه لا لازم نحن في شغلة شفناها هيك ممكن بعقلنا الباطن شغلة سلبية، مثلا موقف سلبي تخيلنا موقف سلبي قديش نحن لازم نبعده عننا، لانه بيقولوا انه احيانا اذا ضل الفكرة السلبية اللي انت شايفتيها بعقلك الباطن بتصير على الحقيقة. قديش هذه الفكرة مضبوطة؟ يمكن انا ما وضحتها بشكل لا وصلت الفكرة تمام. تفضلي. شكرا كثير على السؤال، لانه عن جد انت عم تحكي شيء من قلب الحياة اللي عم يطلع. الفكرة السلبية انه نحن بالاسف بنكون عم نفكر دائما بافكار سلبيه. صحيح. يعني اذا مشينا بالطريق، اذا نزلنا على الشغل، اذا كنا باي مكان عام، دائما بنتلاقي متوارد الافكار السلبيه، او هيك ممكن يصير او هيك ممكن يصير. للاسف في عنا اليه انه العقل الباطن هو بس مجهز لحتى يستقبل منا المعلومات، يعني بياخذ المعلومه بدون ما يسالك خير او شر، بتجوز ولا ما بتجوز، وبيرفعها ضمن الملفات الموجوده عندنا. بعد كل فتره بيرجع بيعرضها على العقل الواعي انه هل المعلومه لسه انت مؤمن بها، نزلها على ارض الواقع. فنحن لما بنكون كثير سلبيين وكثير حدا متوتر وكثير حدا متشائم للاسف، ففعلا بنبعث له اشاره انه اوكي نزلها، فما بتلاقي انه فعلا التصرف صار على ارض الواقع، يعني مثل اللي حكى الفعل وامن فيه وبعده شوي لقاه على ارض الواقع. الفكره السلبيه كثير لازم نكون حذر انه احنا عم نبعث الاشارات والمعلومات واي شيء للعقل، لانه هو بس مجهز انه يستقبل المعلومات، ما انه مجهز للباطن انه يخير بين خير ولا شر، سلبي ولا ايجابي. فكثير لازم نكون دقيقين حتى احيانا على ادق التفاصيل، انه لما بنوقف جنب بالمراية احيانا كثير ناس بتطلق احكام سلبيه على نفسها، بتنتقد شكلها او بتنتقد اشياء جزئيات فيها او بتنتقد كلامها، فهذا الشيء للاسف كل شوي بصير بيجي على ساحه الشعور، انه انت واثق من المعلومه نزل لك اياها، واثق من المعلومه لحتى نزل لك اياها، فبعد شوي بتلاقيها صارت متعايشه معك مع الحياه. هون نحن بدورنا كيف نقدر نجذب اكثر يمكن الطاقه الايجابيه لنا والاشياء الحلوه لنا، شو هي يمكن اكثر الادوات يلي بتخلينا نمتلك اكثر اشياء حلوه بحياتنا؟ انه ننطلق بكل اريحيه للحياه. الحياه هي كثير متعه حلوه، فيها كثير اشياء جميله، فيها كثير شغلات رائعه بتستحق لسه الاكتشاف بشكل كثير كبير. حاول دائما بعد الاشخاص السلبيين، الاشخاص اللي بشعر انا انطاقتهم كثير سلبيه بالنسبه لي، ما حاول اتعاون معهم دائما. لما بشعر اي شخص بيدخل ضمن دائره التاثير الخاصه فيني وعنده طاقه سلبيه، عنده افكار تشاؤميه، دائما بشوف النص الفاضي من الكاسه، دائما عنده افكار مرعبه، فانا بهذا الشخص شو ما كانت علاقته بحياتي فانا ماني مضطر أساساً يكون ضمن دائرة التأثير تبعي. فبحاول دائماً استثنيهم، بعد عنهم، أفرض أنا جوي إذا كنت إنسان عندي طاقة كتير عالية، إذا عندي كان روح كتير مرحة، دائماً أنطلق للمساحات الواسعة، دائماً اختار الألوان المضيئة، حاول تكون إلي نظام معين، ما دائماً أحصر حالي بنشاط محدد، بعد عن الروتين لأنه هو قاتل للحياة بشكل كتير طبيعي، ودائماً حس حالي أنه كل يوم في عندي فرصة جديدة.
انا ماني موجود هون بالحياه لحتى انتهي بس بهالوقت الدقائق، انا كل يوم عندي فرصه جديده، وبين دقيقه ودقيقه في عندي معجزات رح تحصل. بالنهايه الانسان هو معجزه بحد ذاتها، بكل دقيقه عم يتجدد من اول وجديد. تمام غالية، قديش الانسان لازم يكون متصالح مع ذاته، بينطلق من نفسه، ما يحتاج اي حدا لا يكون عنده مثلا خلل، ما يحتاج اي حدا انه يسانده، لازم ينطلق من ذاته لا يقدر يعالج اي شيء مثلا بمر فيه من خلال المواقف اليومية اللي بتحصل معنا، من خلال حتى الماضي اللي مثلا نحن عشنا. أحيانا بنستذكر ذكريات ممكن تعب النفسية، قديش نحن فينا نكون أقوى من هيك، من ذاتنا، كيف فينا نقوي ذاتنا من دون ما نحتاج لأي شخص جنبنا. خليني أشكرك مرة تانية على السؤال لأنه عن جد كتير حلو. حبيبتي لما بتكون نحن نطلع من ذاتنا أهم شيء نتصالح معها. بالنهاية هاي الذات الموجودة معنا وهي الروح الموجودة معها هي أمانة، ولازم نعاملها بكل الحب، بكل الرفق، بكل الإحساس، إن هي أول شيء ملموس روحي بيستاهل المحبة والحنان قبل أي شخص خارجي برا. فأنا لما بدي أكون أتعامل مع ذاتي، أتفق مع ذاتي، بيكفي إني دائما يكون في بيني وبينها هذا الحوار اللطيف، هذا التجرد من كل المنمقات تبع الكلام، الحوار اللطيف الهادف. يعني نقعد آخر النهار أنا وياها، لا حتكون شوي الكلمة إنه أنا وياها، أكيد أنا وذاتي رح أقعد آخر النهار إنه مثلا يا غالية شو عملنا اليوم، شو حكينا اليوم، زعجنا حدا، عملنا موقف إنه كان إيجابي، سوينا هذا الشيء، انت برايك نتحاور معك كانه شخص موجود على ارض الواقع. بالنهايه صدقيني رح تسمعي صوتها، رح تعكس لك اياها، ولما يكون في رضا منك ومنها رح تنعكس على تصرفاتك، على ملامح وجهك رح تنعكس هذا الشيء. لما يكون في تصالح بيننا وبينها، وما في داعي انه اذا نحن فتنا بموقف سلبي او بتجربه كانت فاشله انه نفوت في حاله جلد الذات وهذا التعذيب المستمر. بينفصلوا عن العالم، بيتقوقعوا بالدائره السوداء اللي موجوده عنا، بنقبل اي شيء من مبرهجات الحياه، ما عاد نقبل شيء، دائما عقدة الذنب، أنا عملت، أنا ساويت، أنا الحق علي، أنا 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 أنا. بالنهاية كل إنسان الخطاء يعني، وأحلى الخطاء اللي بيعترف بخطأه وبيحاول يصلح. فالحوار مع الذات والتفاعل معها، وعن جد أنا كمبدأ بقول إنه خدك صديقة كتير رح تتفاعل أنت وياها، وأول علامة بتعطيك إنه في صار ود بينك وبينها هي ملابح الوجه، لما بتفيق الصبح بتعطيك الأريحية اللي موجودة عليها. خاصة يمكن وقتها نفكر بالأشياء اللي بتضايقنا، الأشياء الحزينة، يمكن آخر دراسات أكدت إنه وقتها نحن نرجع نستذكر الأشياء اللي مرينا فيها وما كانت حلوة، منضيف بعض التفاصيل الصغيرة عليها، يمكن بتخلينا، هي ما بتكون صايرة لكن بتخلينا نحزن أكثر. دايماً مهم إنه يتم جلب الأشياء الجميلة ليومنا، الأشياء الحلوة، ونبعد عن كل شيء سلبي، يمكن بدءا من ذاتنا مثل ما ذكرنا، بعدين ننتقل للآخر. طبعا شيء اكيد لما تستجلب اي ذكرى، اي ذكرى الى وجهين، حتى لو كانت ذكرى سيئه بالنهايه الى وجهين، ولكن للاسف نحن بناخذ الاول ظاهره بتطلع لها انه هي بشعه وسيئه وازعجتني واي شيء، ولكن فيما بعد مع مرور الايام لما حتسترجع الذكرى من اول وجديد رح تلاقي فعلا في ان كان لها جانب ايجابي، ولو على مبدا بسيط ولكن جانب ايجابي، على مبدا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اكيد اكيد اي شيء بالحياه له وجهين، حتى الذكرى السلبيه الى وجه ايجابي، يمكن ما يطلع باللحظه الانيه لكن حيطلع بالمستقبل، ورح نقول الحمد لله اللي كانت ذكرى ما ضلت حاضر، لانه كثير كنا ريحنا على حالنا عقبات نفسيه. نعم يعني بدنا نتشكر كثير المعلومات اللي فتينا فيها، بدنا نتمنى للجميع انه يكون مرتاح، ريلاكس، متصالح مع نفسه، نبعد كل الافكار السلبيه، وان شاء الله دائما بيكون بكل بيت وبكل شخص وفرد سعاده وفرح وسلام نفسي وهدوء نفسي. بس أنا شايفتك وين؟ شكرا كثير على المعلومات المهمة اللي أضفتيها لصباحنا غالية. حبيبة قلبي شكرا لكم، يعطيك العافية. شكرا لك غادية. أريج لهون منكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، موعدنا بيتجدد معكم تمام 9 الصبح أكيد بكرة، وأي اقتراحات أو مواضيع حابين تشاركونا فيها راسلونا عبر صفحة البرنامج صباحنا غير. أكيد بدنا نجدد تحيتنا لأبطال الجيش العربي السوري، كل الحب لكم مشاهدينا وإلى اللقاء. أكيد صباحنا غير لليوم خلص، لكن باقي برامج الإخبارية السورية مكملة معكم، وآخر مستجدات بسوريا والعالم على مدار الساعة رح تتابعوها عبر شاشتنا. ودايما لرجال الله في الميدان أبطال الجيش العربي السوري كل التحية والسلام. باي باي. باي.